صباح الخير والعافية عليكم زملائي، صباح الخير والعافية ومشاهدين الكرام، مرحب بكم مجمل ترحيب مع فقرة جيدة من فقرات مطبخ في برنامج صباح الخير العراق. اليوم راح نعد نوع من انواع الدجاج، راح نجهزه بطريقة خاصة اللي هو دجاج التندوري. طبعا راح نشتغل بطريقة الهندية الحقيقية من الفلياء، راح نجهزه بشكل سهل وسريع وبسيط ايضا، وراح استخدم به دجاجة كاملة بالاضافة لمواد اخرى راح نعد منها التتبيلة الخاصة بالتندوري. طبعا كثير من الناس اللي وردتنا على التندوري برغم انه طبق سهل لكن مو اي شخص ممكن ان يعد التتبيله مالته الخاصه وطريقه اعداده بشكل صح 100%. اليوم راح نعده ان شاء الله وراح تشاهدون كيف راح يكون من الالف للياء حتى في مرحله التقديم. انا هسه مشاهدين الكرام بديت اعد المرحله الاولى اعداد طبقنا هذا اليوم اللي هو الدجاج التندوري. اول شيء سويته وضعت كميه بسيطه من الخل، زائد كميه من الماء واربع فصوص ثوم، ضفناها كلها وين؟ في داخل اناء. ايش راح نسوي هسه؟ راح نبدي نضيف اللبن. الان اللبن عندي ضروري جدا بهاي الطبخه لانه الخمار والعفان اللي موجوده باللبن هي اللي راح تساعدنا على تخمير الدجاج بهالشكل هذا. نجيب هالطريقه بشكل سريع. وبهدوء. هاي الخلطة الأولية عندي الخاصة بالتندوري. طبعا ايش عندي هنا؟ اكو عندي كركم وكاري. ملعقة كوب بملعقة طعام. كركم وكاري. تناها بالشكل هذا، لو نزلناها. توابل الدجاج عندنا هاي اضيفها اني لاعطاء نكهه وتعزيز نكهه الدجاج بهالطريقه. ايضا عندي اعشاب، رشمني الاعشاب هاي المطيبه بالشكل هذا. ايضا بابريكا. طبعا انا مخير باضافه فلفل حار بالكميه اللي تعجبني، لكن يبقى الطعم والنكهه انا اتحكم بيها. بسم الله ابدي احرك الان التتبيله. هذه التتبيله هي اللي بيها الحامض وبيها اللبن، راح تكون بيها كميه عاليه جدا من الخمائر اللي تساعد على تتبيل الدجاج بشكل سريع، بنفس الوقت ايضا تخلي لحم الدجاج يكون ذايب، يعني مطبوخ بطريقه يكون بيها اللحم ذايب. هسه ايش راح نسوي احنا؟ راح نضيف رشه من بصل باودر، ما حاول اضيف كثير، كمية بسيطة خلاص. واضيف كمية ملح ايضا. منو بيكون يحب يضيف ملح كثير؟ ما يضيف بالتتبيلة، يضيف كمية معتدلة بالبداية وبعد ذلك ممكن يعطي رشات ملح للدجاجة. طبعا هاي التخميرة اللي سويناها احنا صارت عندي جاهزة بشكل سريع، تحتاج دقائق حتى تكون جاهزه للتخمير. ايش راح اسوي انا في هالوقت هذا؟ راح اخذ عندي هاي الدجاجه هنا. ايش راح نسوي لها؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم ارفعها نضعها على الخشبه. هالطريقه ايضا. هذا الجزء الاخر. شكل انا اخذت الدجاجه نرفعها، وعندي هنا الدجاجه صارت منظفه الان، نبدا عليها عمليه فتح. بالشكل او بالطريقه ايضا صدر الدجاج نفتحها اربع فتحات، نرجع على الفخذ مرة ثانية. هاي واحدة، هاي اثنين، ثلاثة، هاي أربعة. أيضا واحد،
2 3 4. هاي العملية تساعد على تتبيل الدجاج بشكل أسرع، نفس الوقت أيضا تخليه يحصل الطعم أو النكهة المطلوبة بشكل مميز. هالشكل كل هاي الزوائد اللي ارفعها الشحمية هذه كلها تساعدني على عملية تتبيل سريعة، بنفس الوقت أيضا تكون الدجاجة ماخذة الطعم والنكهة المطلوبة. عندي بهالشكل اني كل الدجاج الان صارت ايضا بيها فتحات، هاي الجناح. ايش راح نسوي هسه؟ ناخذ الدجاج الان نوضعها في اناء التتبيل. اذا تشاهدون تتبيله صارت التتبيله غزيره جدا، وبنفس الوقت ايضا سميكه. سميكة مو باللبن، لا سميكة حتى مع التوابل، التوابل منتشرة بشكل كامل بيها. النكهة أو رائحة، رائحة التتبيلة بدأت تطلع عندي هنا للخارج. أحاول مرة أو مرتين أنه أبدي أغمرها كثير بالتتبيلة. المكونات أمامنا على الشاشة راح تكون الآن حتى تسجلوها. بسم الله الرحمن الرحيم. الموضوع يحتاج فقط عناية شوية، تعب يعني، حتى الدجاجة عندنا تاخذ تتبيلة. يعني كثير من اخواتنا اخواننا يسألوني يقول لك الدجاجة انا من اسوي التندوري ما راح يطلع بي طعم. نعم، لانه ما متبل بشكل جيد. هسه احنا راح نستغلها بربع ساعة فقط نتبل الدجاجة بشكل تام من خلال الفتحات اللي سويناها وكمية التوابل اللي ضفناها اكثر من المطلوب شوية حتى التتبيل يكون سريع. لكن اذا احنا ممكن نشتغل براحتنا قبل يوم ايضا يفضل تكون بهالطريقة هذه، تكون بهالطريقة هذه ومغطاة بنايلون غذائي او بغطاء وتوضع داخل الثلاجة لليوم الثاني، راح تكون جدا راقية. وايضا احنا نقول يعني ما عاد تكون ذايبة الدجاجة، تخرج من الفرن عندنا ذايبة، وبنفس الوقت ايضا ننسى شيء اسمه راحة زبد او زفرة حتى وان كان دجاج مجمد. تحتاج الى عناية وتحتاج الى تتبيل تكون جدا مميزة ونكهتها جدا عالية. رائحة التتبيل الان بدأت عندي تظهر، الدجاج بدأ أيضا ياخذ التفاصيل، وننتظر احنا تقريبا ربع ساعة بعد ذلك راح ندخل الفرن حتى نبدأ عليها عملية شوي. المرحلة الأولى لإعداد طبقنا لهذا اليوم اللي هي تقطيع الدجاج وتتبيله أيضا، وتحدثنا عن التتبيل بشكل تام. المقادير أيضا ذكرت أمامنا على الشاشة، يا ريت أستاذ تعيدون المقادير. اللي صار عندي هنا أثناء فترة الانتقالة بعد ربع ساعة دخلتها للمايكرويف فقط حتى تبدي تجهز مبدئيا، لانه الوقت تعرفون بدي داهمنا ما ضل عندنا وقت طويل. نبدي الان نضيف الصوص هذا، يا ريت. شكرا استاذ. نبدي نضيف الصوص الان مره ثانيه فوق الدجاج. هذه الدجاجه نقدر نقول انه تشربت بالصلصه، ودخلناها على حراره 120 داخل المايكرو، درجه حراره 120 حتى تبدي فقط تشرب بالصوص مو اكثر. احتاج انه تشرب الصوص حتى بعدها نرجع شو نسوي، نعطي رشه ثانيه من الصلصه للدجاجه، وبعدها ندخلها الفرن حتى تبدا عمليه شو عليها. عمليه شو بسيطه جدا، انه خلص الحراره تكون الاعلى والاسفل ودرجه حراره 200 مئويه، ونبدي نشتغل عليها حتى الدجاجه عندنا هنا تبدي تجهز بشكل تام وتكون كامله في وقت نهايه البرنامج. احنا هاي المرحله الاولى انتهينا من عندها وخلصنا. اكو عندنا مرحله ثانيه اللي هي مرحله اعداد الخضروات المرافقة للدجاج. خلينا بس نصفي المي. مقادير امامكم على الشاشة الان مشاهدين الكرام، ممكن انه تاخذوها تسجلوها. يعني بهالاثناء ايش راح اسوي؟ راح ابدي اسحب جزر الان. مسلوق 40%، اكيد اقول 40% مو اكثر حتى تتم عمليه الشو الى في داخل الفرن. ايضا هاي قطعه من الشجر. بسم الله نبدي الشجر نقطعه بهالشكل ثلاث قطع. هذه الخضروات
كلها أساسية تكون عندي موجودة في داخل الطبخة مال الدجاج. يعني يا حبذا لا نقدر حتى نتناول الشجر على الريق مثل ما نتناول الخيار، راح يعطيني فد نتيجة جدا مميزة بحيث أنه يساعد على تنشيط البنكرياس، وبالتالي راح نسيطر على هرمون الأنسولين المضاف للسكر، وبالتالي راح يكون عندنا السكر متوازن بالدم. يعني هاي لو يكون عندنا عادة يومية صباحية، ممكن احنا بعد قبل الافطار نتناول حبة او حبتين وبعدها كوبين من الماء الفاتر، يكون جدا ممتاز ومنشط للكبد ومنشط ايضا في نفس الوقت وبقوة للبنكرياس، بحيث انه نسيطر على موضوع ارتفاع السكر بالدم، وبنفس الوقت ايضا يكون توازن بالسكر. يعني مو نسيطر معناها انه خلاص راح يكون عندنا كل شيء مختلف، لا راح يعني يكون كل شيء منخفض، لا راح يكون اكو سيطرة على الموضوع، وبالتالي تكون نتيجة جدا ممتازة. عندي هذا الجزر ايضا، خليني بس اخذ حبة بصل ايضا. البصل جدا ضروري مع التندوري. احنا ضفنا بالتتبيلة باودر البصل، وعندي ضفت ملعقة كوب تقريبا، لكن احتاج انه اضيف البصل الفريش ايضا المشوي مع الدجاج. طبعا وهاي الطريقة يقدم الدجاج مشوي وبدون رز. البعض من عندنا يقول لك احنا ممكن نتناول مع رز، اقول اوكي ممكن نتناول مع رز، لكن الرز المسلوق اكيد تحدنا نقول الرز المسلوق اللي بدون دهن، لانه كمية السمن او الدهن اللي موجودة عندنا في كمية الدهن الموجودة عندنا في الدجاجة ونكهة التتبيلة والتفاصيل هذه راح تطغي على طعم الرز، وبالتالي نحتاج الى رز مسلوق حتى يتقبل ويتشرب بالتتبيلة كلها الخاصة بالدجاج. عندي هنا البصل أيضا، خليني بس أبدأ أقطع البصل إلى أربع. طبعا إذا توفر عندكم فلفل حار أخضر ممكن نضيفون فلفل حار الأخضر في داخل الطبخ. خليني بس أشوفاني، بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أسحب الآن الإناء للخارج حتى نضيف كل الخضروات بداخله وندخل مره ثانيه الى الفرن. بسم الله. هذا الشكل راح ابدا اضيف الخضروات، جزر ايضا شجر. رائحة التوابل جدا بارزة ومميزة ايضا في نفس الوقت الخاصة بالدجاج. نخلي البصل نوزع هنا ايضا على الاطراف. ضروري عندي البصل يكون مشوي وكامل في نهاية الطبخة. بدأت الصلصة تنشف فوق الدجاج، بالتالي احنا بدينا نوصل مرحلة من الاستواء جيدة جدا. بعد ما ينشف الوجه بشكل تام وكامل شو راح نسوي؟ راح نرفع الإناء وننزل للأسفل، أو الصينية ننزلها للأسفل حتى تكون عندي عملية استواء للدجاجة أيضا من الداخل. احنا بالبداية قلنا طبخناها بالمايكرو على درجة حرارة 120 مئوية حتى نبدي نهيئها لامتصاص الصلصة اللي ضفناها، وبالفعل امتصت الصلصة بشكل تام. بعد ما امتصتها رجعنا مرة ثانية سوينا ضفنا صوص مرة ثانية ودخلنا الفرن حتى تنشف الصلصة عليها وتشرب بيها وتحصل طعمها. لا تنسون الصلصة بيها لبن، يعني معناها كوبية كمية عالية من الخمائر والعفان اللي تساعد على تفتيت اللحم واستواء اللحم بشكل تام. وهذا ترتيب التندور لهذا اليوم. المرحلة الثانية خلصت، عندنا المرحلة الثالثة هي مرحلة التقديم، إن شاء الله راح نقدمها بعد انتهاء وقت فقرتنا. تحتاج هي من 15 إلى 20 دقيقة حتى تكون جاهزة عندنا، لأنه قلنا احنا طبخناها مايكرو على 120 مئوية وأيضا وقت تنطبخ تقريبا 15 دقيقة، معناها ما يعادل ساعة كاملة بالفرن العادي لكن بدون ما تاخذ وجه. احنا بهالشكل تممنا عملنا، نحتاج فقط عملية تقديم. اترك الان كاميرا زملائي، انتقل لفقرة اخرى. لكم الكاميرا زملائي. بهذه الكرام وصلنا لمراحلنا النهائية لطبقنا هذا اليوم. خلينا بس اخرج الطبق من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بهالشكل احنا دجاجنا صار جاهز بشكل الكامل. ايضا احاول انه ابدي اسحب الدجاج الان. يا الله
ها. نبدي نقطع صدر الدجاج بالشكل، سويناه ثلاث قطع. عاد تشاهدون اللحم تايخ لانه مفعول اللبن كان مباشر جدا. على الدجاج بسم الله الرحمن الرحيم، ايضا هاي الافخاذ بسم الله هالشكل، ايضا هذه العملية عملية إضافة التتبيلة. طبعا في موبايلكم لو بقت هذه التتبيلة يوم كامل الدجاجة بداخلها راح تكون مطبوخة هي وبالتتبيلة بدون ما تدخل الفرن هالشكل. راح نضيف الخضار الآن الشكل، البصل، شجر ايضا بسم الله. الطريقة نوزع كل هالخضروات في داخل الصحن. طبعا كل الخضروات هذه مشوية واللي تعطينا النكهة، نكهة الدجاج نفسها لانه تشبعت ايضا بالصوص مع الدجاج وبقت لفترة تقريبا ساعة في داخل الفرن بين المكانين اللي هو الشوي بالمايكرو وبعدها الشوي بالفرن تكملة لإعطاء اللون وإعطاء الشكل للطبخ. بسم الله الرحمن الرحيم. هالشكل احنا مشاهدين الكرام صار طبقنا جاهز. معنا الان اودعكم على امل اللقاء بكم مع فقره اخرى ان شاء الله من فقرات مطبخ. انتظرون يوم الجمعه مع مطبخ العراقيه الساعه 3 عصرا.